في أسبوع. تعرف على أهم ما تناولته بوابة الوسط في أسبوع. الوسط ليبيا. نزوح جماعي لسكان جاريونس وبوصنيب في بنغازي. أكد مدير فرع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدة الإنسانية في مدينة بنغازي محمد لثرم يوم الجمعة نزوح سكان منطقتي جاريونس وبوصنيب كافة جراء الاشتباكات الدائرة فيهما. وأضاف لثرم لبوابة الوسط أن معظم سكان منطقة المجوري وشارع 14 غادروا منازلهم بسبب الاشتباكات الواقعة في المنطقة، وأشار إلى أن أغلب نازحي تورغاء بمخيم جاريونس غادروا أيضا واتجهوا إلى منطقة جيمينس جنوب بنغازي بعد أن شهد مخيمهم اعتداءات متكررة بسبب الاشتباكات الدائرة. وفي سياق متصل قال الناطق باسم عملية الكرامة رائد محمد حجازي إن الغارات الجوية التي شنها الجيش الليبي يوم الجمعة 17 من أكتوبر على المتطرفين مكانة القوات البرية من ملاحقة الجماعات المسلحة التي تستتر وتتستر وسط المدنيين في جاريونس. وأكد الحجازي أن الجيش يتخذ الحيطة والحذر في تركيز ضرباتها على المسلحين وتجنب المدنيين، لافتا إلى أن سبب تأخر اقتحام الجيش للمدينة هو خوفه على المدنيين الموجودين بها. محاكم استئناف ليبية تعلق العمل لحين استقرار الأوضاع الأمنية. أعلنت الهيئة القضائية بمحاكم استئناف بنغازي والبيضاء والجبل الأخضر السبت 18 من أكتوبر وقف السير في الدعاوى الدستورية أمام الدائرة الدستورية لحين استقرار الوضع الأمني الذي يمكن القضاة والقضاء من أداء عملهم باستقلال تام. وأوضحت الهيئة في بيان صدر من مدينة البيضاء أنها ستضطر إلى توجيه طلب إلى كل المحاكم بتعليق عملها في المناطق المضطربة اجتماعيا وأمنيا. المبعوث الأممي: لدينا معلومات عن أتباع داعش في درنا. كشف برناردينو ليون المبعوث الأممي لليبيا أن لديه معلومات تؤكد أن جماعات متطرفة في مدينة درنا أعلنت ولائها وتعاطفها مع تنظيم داعش، وهو أمر خطير ويجرى التحقق من هذه المعلومات. وأضاف ليون في مقابلة خاصة مع بوابة الوسط إن الأمر المؤكد هو أن القاعدة موجودة في ليبيا إلى جانب عناصر أنصار الشريعة الإرهابية ويتحركون علنا. وأكد ليون أن فرض عقوبات على الذين يعيقون الحوار والحل السياسي في ليبيا ويقترفون الجرائم في حق الشعب مسألة واردة. وأضاف إنه عرض آخر تفاصيل المشهد الليبي أمام وزراء الخارجية الأوروبيين وأن ليبيا تعيش حالة من الانقسام حاليا بين أنصار الحوار وبين أطراف تناهض هذا الحوار، وإنه لمن المهم أن يقوم المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بإعلان بشكل صريح عن وقوفه إلى جانب الحوار وأن يكون الدعم عاما وشاملا ويأتي من الداخل والخارج في نفس الوقت. الحكومة الليبية تأمر الجيش بالتقدم نحو طرابلس. أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أنها أعطت أوامرها لقوات الجيش الليبي تحت إمرة رئاسة الأركان العامة بالتقدم تجاه مدينة طرابلس لتحريرها وتحرير مرافقها ومنشآتها الخاصة والتابعة بالدولة من المجموعات المسلحة. جاء ذلك في بيان للحكومة الليبية المؤقتة نشرته على موقعها الإلكتروني. وأكدت الحكومة أنها أعطت أوامرها لقوات الجيش الليبي تحت إمرة رئاسة الأركان العامة بأن تتقدم باتجاه مدينة طرابلس لتحريرها وتحرير مرافق ومنشآت الدولة من هذه المجموعات المسلحة، وذلك انطلاقا من شرعيتها المنبثقة عن مجلس النواب. وطلبت الحكومة من جميع المواطنين وقف التعامل مع هذه المجموعات المسلحة ومع الحكومة غير الشرعية التي أقامتها بعد الاستيلاء على مدينة طرابلس بقوة السلاح، وعدم الالتحاق بأعمالهم وإعلان العصيان المدني في كافة أرجاء المدينة انتظارا لدخول قوات الجيش الليبي لتحرير المدينة. أثني في مالطا: ليبيا تطلب دعما لوجستيا من المجتمع الدولي. قال رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني أن ليبيا تطلب دعما لوجستيا من المجتمع الدولي للتغلب على الصراع الدائر في البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للثني مع نظيره المالطي جوزيف موسكات في فاليتا. وقال الثني أن حكومته في حاجة للدعم اللوجستي من المجتمع الدولي للتغلب على الصعوبات والمساعدة في جمع الفصائل المختلفة. وقال أيضا إن الحكومة تحتاج إلى الدعم اللوجستي للتغلب على الصعوبات من قبل أطراف تعكر صفو الاستقرار. وأكد الثني أن الحكومة مستعدة للتوحد مع أي طرف لمحاربة المنظمة الإرهابية.
السيسي ينفي قيام مصر بغارات جوية على بنغازي. نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشاركة بلاده في هجوم داخل الأراضي الليبية وفقا لوكالة الشرق الأوسط للأنباء. وأضاف في تصريح لرؤساء تحرير الصحف المصرية يوم الثلاثاء الماضي على هامش الاحتفال بيوم البحرية المصرية إن مصر تتعامل مع الإرهاب داخل حدودها فقط، مؤكداً أن الجيش الليبي وطني وقادر على الحفاظ على الأراضي الليبية، مجدداً الإشارة إلى دعم مصر للمؤسسات الشرعية داخل ليبيا. وكانت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية نسبت لمسؤولين مصريين قيام طائرات مصرية بقصف مواقع في مدينة بنغازي. الوسط تونس. الغنوشي: تونس أهم من السلطة والنهضة. شارك راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في اجتماع شعبي أقيم بالملعب البلدي بالقصر، وأكد الغنوشي خلال الاجتماع أنه يدرك معاناته الجهة من ظلم وتهميش سنين طويلة، رغم ما تزخر به من ثروات منجمية وفلاحية، مثمنا دورها في مقاومة الاستبداد والإطاحة بنظام الرئيس السابق، خاصة منطقة المناجم التي ساهمت في تفجير الثورة التونسية. وأشار إلى أن النهضة نزلت عن الحكم، معتبرة أن تونس أغلى من السلطة ومن النهضة ذاتها. وفد من الجامعة العربية يراقب انتخابات تونس. توجه وفد من المراقبين التابعين للجامعة العربية برئاسة السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة إلى تونس يوم الاثنين الماضي للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية التي سوف تجرى الأحد المقبل. والختام بالوسط رياضة. الزمالك يواصل نزيف النقاط بالدوري المصري. مرتضى منصور يبحث عن شيخ لفك السحر الأسود في الزمالك. الشوالي بعد السباعية في روما. البارن فريق إرهابي. تابعوا المزيد والمزيد من المقالات والأخبار على بوابة الوسط الإلكترونية www.alwasat.ly، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، إنستغرام وجوجل بلس. إلى اللقاء في حصاد جديد.